السلام عليكم، كي دايرين متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العابدي؟ اي كل شيء العالم ولا يعرفني، الحمد لله، حتى من موالين هذوك ولا يعيطوا ليا. تحية الله يعطيكم صحيحتكم كاملين، نتوما وليداتكم والمغاربة كاملين في المكتوب في جميع ربوع المملكة. الفنان وبنت خويتي، المهم حيت حنا جينا البارح لمواعن في نفس الدار، البارح التكريم واليوم العقيقة. هانت قالك الخزانة رشات، قالوا المخزن يجددها، أي المخزن يجددها. نتوما عدي الدجاج وعدي اللحم، 30 كيلو اللحم 30 طير ديال الدجاج، ولكن عدي السفة، عدي السفة ديال السميد ديال موالين عبدة، السميد اللي كانت بكري ديال الكسكسو، ديال الكسكسو، السميد ديال الكسكسو كتكون متوسطة، السميد متوسط إن شاء الله باش غادي نطيبوها اليوم، غادي نديرو اليوم ثلاثة المواكل العيالات اليوم. لا أه اليوم الزردة عند العيالات، تبارك الله وصلى على النبي كل شيء مزرود، راني عاوزت الطبيعة. هانتوما عالزواتن هنا في الحي الإداري، تحية الناس الحي الإداري كاملين، كلشي الناس اللي خدمنا ليهم ولا الناس اللي ما خدمناش ليهم، مرحبا بكم وألف مرحبا بالجميع، العز بكم والباقي خبولات، مرحبا بالمواطنين، الشعب الشعب المغربي كامل، من طنجة للقرقارات ومن طنجة للقويرة، مهمتي اه من طنجة للقويرة، دوك جيراننا يصاحبوها بصح، من طنجة للقويرة ومن وجدة حتى لصويرة. القناصي هما صوبوا صوبوا، الما راه سيطيب، المعينات مغسولين، الدجاج حتى هو راه مغسول كيف ما كتشاهدوا، الدنيات راه هما كيصاوبوا في البصلة، والدنيات آه حياني عليك يا بنت خويتي، حياني حياني، أسيني آه قالت لنا أسيني أسيني بغيت لك حاجة في المقام، آه الله يذكرها مسكينة بالخير، الله يذكرها، جي. وهنا ديما التومه والربيع والحامض هما مصاوبين، ان شاء الله دابا غندير لهم العطريه نشرم له الدجاج ردوه، وانتم معنا. المهم السفه الدور اليوم السفه، هنا ان شاء الله الفطور ديالنا ديال النهار الثاني، مرحبا بكم معنا الفنان بنت خويتي، تعالوا تفطروا، الماكله بنيتي تحطوا على اللواح، تعالي خويتي نعقلوا على راسنا ونعرفوا من دازت الرحم الله والعتاق يدير ملاق. هنا انتم اتاي، بسم الله بسم الله، هادي ما تسميو بالله، ديما قولوا بسم الله، راني رجعت. ردينا دابا الدجاج، ردينا قول مسيمنات زويته بلديه، املو القرقاع، اللوز مقلي، اللوز عادي، وكريويسات، وهنا الكعك المسفيوي والبهله والفقاص مع خبيز ديال الدار، ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. انتما تبارك الله، فطور العبديات، المغرب كامل الحمد لله، كلشي فيه العيالات وفيه الحراس وفيه مهماتنا وخواتاتنا وبنياتنا، والله يرضي عليكم ويفرجكم ويغطيكم بالرضا، والله يحفظكم ويدير لكم الطريق في الضيق، الله ينوركم، والله يجعل هذا الخير يصب عليكم كي الشتا كاملين، لا اللي بغينا اللي يغوينا ولا اللي ما يغوينا، هادشي اللي كاين. هنا دابا ان شاء الله عندي السميد كيف ما كتشاهدوا هانتوما، السميد عندي 4 كيلو ديال السميد، انا عندي غير 8 طوابل غادي نديروها غير فوق اللحم، يعني تحت الطلب ديال موالين الدار، بغاو كاين الدجاج وكاين السفه وبغاو اللحم فوق منه، فوق منه هاد السفه، ماشي مشكل ان شاء الله، غادي نفزقها بالماء ونردها طيب نكسكسها، نقولوا نسمدها. بالنسبه لهم هما جابوا لي السميد هذا ديال، جابوا لي السميد المكسكس، انا قلت لهم السميد الاخر ولكن هما جابوا لي المكسكس، ما فيها باس، هذا كيبغي يترش ضروري ما انه يترش بالماء. سير خويا بسم الله، كيبغي يترطب ضروري حيت هذا كيكون مكسكس ومكرم، هاد السميد هي من الاحسن السفه كتبغي السميد الاخر العادي، المهم غير تبعوا نفس الطريقه. انا كنصور بيض وخدام بيض ولكن ماشي مشكل، انتم تبارك الله ما شاء الله عليكم، خلوها تحل شويه ترطب. سير صافي لا سير، ديري ديك الفنان انت، ديري ديك الفنان جوج ضروري ما يبغي يتبسبس بالماء على ود باش يرطاب، كيكون كارم، مازال نفوروا ان شاء الله. حسيتي ببقيه بس زيدي شويه الماء، زيدي شويه الماء مازال باش يتحل، راه غير طاب غير طاب غير يشرب. سير 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 الفن، ها سير ها سير، ما كنخافش من هذا، درك يتعوم صافي.
سيري والقهوة راه ديما حاضرة. دي تبارك الله على الفنان. الله يبارك فيك. شحال من عام انت كتمارسي هاد المهنة؟ انا خايف ما كنعرفش نفور. ما كتعرفش واش كديري درك؟ كيترجل لي الماء. لا لا ما كنصبر. ولا خطيتكم وانا؟ ولكن ملي كتسقي ما كتجلس. الله يبوكم وخطيتكم تيقلبوكم شي دوار. انا كذب. الله يتقلبوكم شي دوار. المهم لا كنصمت مزيان ولكن ما عرفت ملي كنسقو كيتعزل لي البلول. راه خايل البوطاره قال توريا جبر الله يرحمها مسكين ما قاد على تقول ولاباس ملي كاين الشابو. حتى الممثلين اللي ولينا بقينا نترحموا عليهم هما الاخرين كاين عسرو كاين درابيل وديك دنيا بوطازوت تحيه ليهم هما اللي قلت لك كاين عاد دنيا بوطازوت وديك عسرو كاين درابيل هما اللي كيعجبونا داك حديدان وهذيك الفاطمه والشاي وشكون ثاني نزهه الركلاكي نجمع كل شيء. المهم الممثلين ديال البكري ديال الزمن الجميل كاملين التلاميذ ديال درك ما محمد الجمعه ذاك راه معلامه ايه القادر مطاع مسكين توا غبر حبيب المذكوري ورشيده مش رشيده اللي ماتت ما عرفت سميتها رشيده ياش ترى بلا والد ديال الممثل كان الله يرحم الله يرحم حياني رزف الله جبت البوط ها نصوت هنا راه خوات لينا البوطه راه حنا غادي نصوبوها قال لك النهار تسقع تخوالك البوطه وتولد لك المراه وتهرب لك تولد لك الحماره وتولد لك المراه يا عودي بالله نهار تسقع تخوال البوطه وتولد الحماره وتهرب المراه تشكي كاع ما كتهربي كتضحك الله العظيم نهار تسقع تولد فيه الحماره هاد الحماره ما فنفع تهرب لك المراه تخوال البوطه كتي هذا اليوم عمرك ما سمعت هاد المثل لا وقع حدايا خويا وقع حدايا خويا الفنان خويا سير وريهم كي داير الشكل جا وريهم الطعام كي داير صافي عقل عقل قلت لكم هذا الكسكس كيشرب بالنسبه للاخر لا راه سمدوا غير بشويه بشويه ولا ديروا الزيت ديروا الزيت من الديبار دهنوه بالزيت وخلوه يفور عادي جدا سيدي الفنان بغيتك النجمه العلات القمره نضوات الشمشي لاش رقات الجمعه لاش علات هاد لك وليداتك عبد الملك وخالد يخلي لك زمانك بو حسن حسن ولد اي حسن ولد بوشكاره الهتهود ديال عبده ولا غابت سنة ولا حضر يدنا مشات شكاره مشات شكاره بقى على هذا بقى حسن مشات مع الله يرحم رحيم ولد بوشكاره كانوا الناس ديال بكري ملي كانوا الرجال يديروا فلوسهم وشغلهم ورسونتو تيغرادهم في الشكاره تحت منهم باقا عندي ديال جدي انا باقا عندي راه هذا شي 120 عام انا كنخبي باقا عندي العكاز ديال جد با مراكشي انا باقا عندي العكاز ديال جد با باقا عندي البلغه ديال با البلغه ديال الراجل رهيبه في الدار المهم هنا غادي نخليه يفور واحد 25 دقيقة 25 دقيقة ان شاء الله هنا ان شاء الله بعد ما دازت 25 دقيقة قول نص ساعة كاع 30 دقيقة صافي حنا قلبنا دابا الكسكاس هانتوما كيف ما كتشاهدوا انا درت لا زيت لا والو درت غير الماء هنا صافي دابا غادي نحلو بالماء هنا هانتوما كيف ما كتشاهدوا درنا الملح وغادي نديرو الماء هاكا الفن الناس سير حركة الفن سير كنعطوها غير القياس ما تزووش الماء ما تزووش من هنا مازال غيفور وغنعاودو نبقاو نسقو فيه حتى ترطب مازال غنفور انا شي 4 الفورات هادي هنا دابا درتو غير بالماء بارد المرة الثانية غندفي في الماء غنولي ندير الماء دافي يعني ساكر باش كيعاون الطوبة في انها تجي نية تجي ماشي نية نية هي خضراء تجي مثلا كتولي بحال كديرها في فمك الذوب هي هاد السفة ماشي بحال الكسكسو ماشي بحال طياب الكسكسو خصها تكون رطب من طياب الكسكسو صافي غادي دابا باش ان شاء الله هنا سالينا نزيدو شوية الماء نعمل بس نقيس خصها واحد شوية رشيشة هاك واحد رشيشة سيري صافي باش نعاودوها مازال غنعاودوها في الفورة الثانية والثالثة تبعوا معايا نتوما غير المراحل الفيديو غيكون اليوم على قبلها صافي الفيديو
هنا صافي ان شاء الله. دابا ها انتم بعد ما بردت غادي نردوها تفور ثاني في الكسكاس المره الثانيه، شي غنخليها شي ثلث ساعه 20 دقيقه. هنا صافي الدجاج كيف ما كتشاهدوا حنا رديناه، تقول الدجاج راه قرب يطيب، قول طاب الدجاج كاع طاب، حنا طاب اللحم انا رديته كيف ما كتشاهدوا صافي. غادي نقلب اللحم مزيان وهانتوما معنا، والسفته هي هيايا رديتها كتفور وتابعونا ان شاء الله. هنا صافي دابا هيايا ثلث ساعه، هنا ان شاء الله باش غادي نعاودو نقلبوها. شوفوا شوفوا السميد باش تعرفوا ناجح. حنا دابا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا حنا فرغناها في الكسكاس، فرغناها في الطنجره، بسمناه خوينا عليها الماء. سير سير الفن قلبي من التحت تحت الفوق هاكا كسير سير بغيتك الربح. السميد راه كيزيد راه فيه البركه، وإلا كان قلبك بيض ونيتك صافيه ويدك بنينه او شوف الخير الله يغلب البركه على الجريه، راه كاين اللي كيجري عمره كامل وما قدا والو. سير هذه الفورة الثانية دابا سير. هنا هانتوما كيف ما كتشاهدوا قلب الفن كيشرب هو كيشرب دابا سير هري خسر سير تصاوب في الزيتون والدجاج راه تحمر طاب زعما نقولوا طاب. هنا ان شاء الله غنديروا ليه واحد شويه ديال الزيت سير. الفورة الثانية درت فيها الزيت، الزيت ما درتوش في الأول سير الفن برد عسير قلبي من تحت صافي كنقلبوه مزيان بالزيت صافي وغنرجعو يفور ثاني لواحد المده ديال تقريبا غنخليه واحد ربع ساعه. هاد المره غنخليها ربع ساعه، الفوره الثالثه غنخليها ربع ساعه. هنا ان شاء الله حنا ردينا الكسكاس غطينا صافي. ديما كندير عليه انا واحد الزيف، الزيف من الفوق كنديرش انا الغلاقه ديال الطنجره، ديما الزيف من الفوق صافي. هنا اللحيمات هما قلبتهم تشحروا مزيان، درت لهم الزيت الزيتون والزبده ديالتهم، شوفوا لاصوص ديالهم كيفاش داير. شوف هنا غادي راه غير هما محمرين بلا تحمار. هنا البصله هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا انا قلبت السفه. الفوره قلنا الثانيه قبيله بحال هذه الثالثه. سير الفن سير عاد غادي نذوق دابا الملح ونشوف، لان درت فيها قبيله درت فيها الملح في الثانيه. تبارك الله على خالتي الفنان، الناس راه كيسولوا عليك وكيقول لك ما يكون باس عندك والله يعفو عليك، وراه ما كيأيدوك كيقول لك سعداتك مرا مناضله مقاومه، ولكن الزهر السويرتي ما عندهاش. الحمد لله زهرك مع الله سبحانه وتعالى، خدموا لك على وليداتك ان شاء الله وتهني من هذا التمر وهذا العذاب، يكبروا لي تانا بناتي ان شاء الله ولا مهندسات دوله. ايوا الحمد لله صافي. هنا غادي نذوقوا الملح الناس. بسم الله شويه الملح اخويا شويه الملح اخويا. هنا كيف ما كتشاهدوا ها انتوما انا زدت واحد شويه ديال الملح بتخويا زي واحد نصيطر ديال الحليب. دابا غادي ندير واحد نصيطر ديال الحليب والفوره الاخرى نزيدها نصيطر اخر حليب بتخويا.
هيا 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 ميمتي هو طالع دابي ها نسيطرو عادي راني خايف كوبي رايت لا تجيني مع الموسيقى راني ساي نغني على وعدي ومكتوبي ها هي امي ها طلع عليا راني بقى يتصور بلا سواري ها لا من حطيت راسي هالشوم ها راني مولة بلاد مولة دراري ها ويش امي وامي راني بت مع الوالدات وصبحت مع العقرات امي امي ارا ولات ولادي ولا وجيران يا هي امي امي ارا وتعالي نعاودك واجران يا هي امي امي واو هادي بخاطر امي هالشومه او هنا ان شاء الله انتم دينا كنفوروا الفوره الرابعه هذه الثالثة الرابعه صافي الاخر هذه وتبقى ديال التسخان هنا بتخويتها هي سيرة تقلب في الدجاج أرويلي أنا بتخويتها بتخويت قالك ما تقليش الدجاج في الزيت لا علاش قالك لي ما تقليش في الزيت الزيت راه رخيص قالك هي صحتنا بلاش تطلع الزيت سنة قالت لكم صابت صحتها بلاش ميمتي ميمتي الدغميرة صافي البصلة راه هي هي اللحم ها هو هي الدغميرة أخرى السلام عليكم وتسال تطنطنت وعرقت عاد قالت يا بنت خوتي يا ويلي عزيز ما صورتيش الرفيسه قلت لهم انا عاقل انا قلت لهم الرفيسه ما كنلقاهمش قدامها ما عنديش مشكل انا في والفنان تعال تعال اخوتي الرفيسه زيد يا بنت خوتي شوفوا الدريات عبده اللي كيقولوا عليهم جراحي الكبده عمر ضيفهم ما يمشي شبعان ها علاش ما كيمشيش شبعان عبده سمنهم حار وملح فيهم النفس وفيهم العنايه العبدي واخا يكون ما عدوش ما يرضاش وإلا جا عدو الضيف يبهرو يوكلو ويشربو ويمونو ويا ربي توصل عالنوبة إلا جا الضيف عندنا للدوار بحال جا للدوار كامل إلا جا عندنا للدار جا للدوار كامل كلشي كيفطر وكلشي كيغدي وكلشي كيعشي كيعرض عليه هذا ويعرض عليه هذا ويعرض عليه هذا ويعرض عليه هذا ويعرض عليه هذا هذه أبدا علاش كتميز هذه هي المقولة ديال العبدة عمر ضيفهم ما يمشيش شبعان ضيفهم ما يمشيش شبعان بأنه شحال قدو ياكل شحال ديال الأطباق شحال ديال الأنواع ها احنا اليوم عندنا الرفيسه عندنا سميتو السفه عندنا اللحم عندنا الدجاج عندنا وكل راه خير في دارو وتبارك الله على الفنان وتبارك الله على بنت خويتي كل التمر يقاد لك طونسيون كل البيض حيدي من قدامي منعوا عليا الطبيب يلا مرحبا بكم واللي توحم في الرجال يسمح لينا مات العيالات هاد الازمه راه ما بقات خلات تمره تولد مرحبا بكم هنا صافي السفه كيف ما كتشادوا ولينا مضاربين حنا مول الموسيقى مول دي جي والله العظيم ولينا مضاربين معاه المهم انتم قلبت دابا ان شاء الله بعد ما فارت ديك ربع ساعه هنا باش غادي نضيفوا الحليب حليب نيسلي ها هويا ولافاني والكوك الكوك السنيده الفاني وحليب نيسلي والحليب صافي باش غادي نعسلوها اللي بغى يدير الزبيب يديرو اللي ما بغاش انا مابغيش ندير الزبيب باش ما يخسرش لها المذاق ديالها الحليب ديري الحليب سير سير الفن أربعة ديال لافاني والسترو ديال الحليب صافي وكنخليها دابا تبرد تنبغي نقدمها ونطلع فيها السخونيه غير تسخان هنا ان شاء الله باش غادي نديروا الزبده حتى هي اي زبده اي زبده ماشي مشكل هذيك بنت خويتي هذيك
النوبه فيك اليوم. انا حكيتهم البارح. وفانا اليوم. لا قنوبتك. لا نوبتك فانا راه مهرسه. ها هو انا مهرسه. ولد لا قنوبتك اليوم. نهار الخميس نوبت لطيفه. لا 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 الفانا المهرسه. مهرسه من رجل على انا نشقف. انا نشقف بلاصه بنان. بغا البنان. انا نشقف نوبتك عشا الملك. النوبه ما تدغنش. قال لكم تتهرسوا تخدموا. هنا الحريره ان شاء الله باش غادي نديروا لهم الحريره. المراه متبعاني قالت والو بغيت حريرت. قلنا لا فما تعاود ما طيش السوريت غنغسلوها ونطحنوها. حيمات ما حنا خليناهم من اللحم والقزبر والكرافس والمعدنوس هما هي ان شاء الله والعطريه. واللي بغى الحريره عندي في القناه. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا الديسير حتى هويا صوبناه وقادينا. تحيه النجات تحيه النجات تحيه النجات وغنجات. شي حاجه اخرى ما كايناش على نجات. كيسان كيف ما كتشاهدوا تما صوبنا لي من المنادل. هنا بالنسبه للحلويات كيف ما كتشاهدوا حلاوه اللوز الفقاص والمسائل ديالنا باش كتعرف منطقتنا. والله يجعلها عقيقه مباركه وزياده في الاسلام وان شاء الله على بركه الله. عندنا 8 الحطات 9 الحطات عفوا 9 الحطات 2 4 6 8 والتاسع غادي نزيدوا 9 الحطات ديال العيالات لا الفنان. الدجاج بالنسبه لي راه محمر. اللحم راه طاط دغمي راه سخونه. كسوحنا او السفه سايرين كنصوروا فيها ان شاء الله باش غادي نديروها في هاد الطباسل بالمول تخدم بحالكم ان شاء الله. بغاوها الناس هكا غنديروا لهم هكا. ما انا راه عزيز عليا السفه تحط غير بحدها. هنا ان شاء الله الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا كيف ما كتشاهدوا. احنا درنا اش قالت هذا الزواق. هذا هو الحامض اللي كنت ذكرت لكم في واحد الفيديو. الحامض بحكم الشرط ولكن معسل. هذه الطريقه ديالته كي كنا كنديروا مالين بكري بحالكم هيا. ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بخوتي المغاربه فين ما كنتم. مرحبا والف مرحبا بالجميع. هنا هانتوما صافي ان شاء الله المول اللي عندي هو هذا. هانتوما كنعمر دابا ديت لهم الدجاج نوجد بعد السفه الحمراء دغيا من يعني دغيا غادي تحط ما عنديش فيه مشكل. معلكة تبارك الله ما شاء الله. ديما اي مول عندكم. انا راه عندي جوج مولات ولكن المول على حساب الطباسل هذا هو اللي خدم ليا. الناس بغاوها فوق سميتو. عندي ذاك الهرم ولكن الهرم يعني بحال كبير كيبغي تحط بوحدها كتبغي السفات تحط بوحدها في طبسيل. انا حطيت هادو شدي الفنش شدي عشدي شدي مش مقلبه حيدي لك على الكاميرا دوري حكم راه خدام راه خدام الفنان راني خدام الفنان الفنان الكاميرا خدام الفنان هانتوما بحال تهزي الفوق هانت باين فوالا كتشدو طبسيل بحال هوك صافي كتهزها كتلصق منور بحال هكايا صافي ان شاء الله. دابا انا باش غادي نكمل بنفس الطريقه وتابعونا ان شاء الله حتى نزل. هنا شفتوا الديكور ديالي كيف درت ليه. هانتوما عاد غادي نكمل الزواق. هنا ان شاء الله الشكل النهائي ديال السفه ديالتنا بريستيج كيف كتشاهدوا. نتمنى عندنا الاعجابكم. هنا الشكل النهائي ديال الحطان ديالنا كيف ما كتشاهدوا. ونتمنى هاد العقيقه تكون باركه مسعوده على مواليها والله يثبت الغرس لموالي العقيقه ويجعلهم كل شيء بارك مسعود وزياده في الاسلام. وتبارك الله على الفنان وبنت خوتي والحضور الكريم وعلى الدراري. وهنا صافي ساليت باكم العبد ما بقيتوش تقول لي حط شي ماكله اخرى. حطيت اللحم حطيت الدجاج حطيت السفه الله يجعل البركه. نغسلوا الكراوش ونمشيو نغسلوا حالتنا تحنا بالحمام والله النعاس. اربع ايام باقي عندي عرس في لابيسين ديال اسفي. المهم عقدوا لي على راسي لا شتوني غبرت غرقت في لابيسين. العز بالمغاربه كاملين.